وكمان احنا كبرنامج واحد من الناس احنا كنا اعلنا عن 30 رحلة عمرة لمشاهدي برنامج واحد من الناس، واعلنت ان يمكن من اسبوعين اسماء الفائزين في الفوج الاول، والحمد لله سافروا بامان الله والحمد لله وصلوا مكة المكرمة وأدوا العمرة، وإن شاء الله خلال أيام هيسافر الفوج الثاني من الفائزين في برنامج واحد من الناس. وأنا بشكر أهل الخير معنا اللي ساعدونا في موضوع العمرة، الأستاذ صلاح عبد المقصود أبو السعود رئيس مجلس إدارة شركة الحمل ترافل، وبشكر جمعية الخليل على تعاونهم معنا في عمل الخير. وعايز أقول لكم إن احنا مستمرين إن شاء الله في يعني رحلة العمرة، وعايز أقول لكم إن أجمل شيء إن الواحد يروح ويزور ويدعي ربنا ويزور النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام الجميلة. فاحنا هنطمئن على كل اللي سافروا وحنكون معاهم لحظة بلحظة، مش هنسيبهم، وعلى فكرة احنا على تواصل معاهم على طول، وإن شاء الله نطمنكم عليهم وإن شاء الله. تعالوا نشوف التقرير. اسمي نازي عامر، شغال عامل نظافة في القاهرة، وربنا كرمني دكتور عامل الليسي هطلعنا عمرة، وكنت نفسي فيها صراحة قبل ما قابل سيادته، وربنا كرمني طلعنا عمرة وسلمني شنطة وساعة والكارنيه بتاع العمرة، ومدينا رقم تركب الطيران. هقعد في مكة 5 أيام وفي مدينة 10، طلعنا 15 يوم بكل حاجة، ومبسوط دلوقتي أنا طالع وعيالي موصليني ومراتي وقرايبي وحبايبي موصليني. انا كان نفسي بصراحه اطلع عمره، وطبعا كنت بتفرج على واحد من الناس من زمان جدا جدا من قبل ما يتوفى، كنت بتمنى ان انا اطلع عمره بصراحه. فطبعا انا بتمنى بس ما مش عارفه اقدم ولا عارفه حاجه، ففوجئت ان بنتي قدمت ليا. معايا 4 بنات ربيتهم احسن تربيه، وعمري ما كنت اتخيل ان انا هطلع عمره، دي حاجه من المستحيل بالنسبه لي. مجرد بنتي ما اتصلت وبتقول لي يا ماما انت انا امتلك مع دكتور عمرو الليسي واحد من الناس وكسبتي، والله والله ما قادر اقول لك، انا قلبي عارفه فرحان بطريقه صعب، بعيط على بضحك. جات لي حاله كده صعبه جدا، بقول له يا رب انت بتحبيني قوي كده، يا رب معقول انا بحبين يعني انا غالي عندك يا رب كده عشان تطلعني عمره واحد من الناس؟ انا نفسي اروح عشان ادعي لابني هناك ويبرد قلبي، ده اللي بتمنى من ربنا. فرحانه، انا فرحتي ما تتقدرش اصلا، وسعادتي ما تتقدرش باي حاجه. ربنا يكرمكم يا رب ويسعدكم. كان عندي راجل مريض، جات دلوقتي المفاجأة دياتي، فقالوا لي انت حتروحي عمره يا ام صالح يا حجه سلطانه تروحي عمره؟ قلت اروح الله زي كده، هلا مين اللي حيوديني عمره؟ قالوا لي حوديك البرنامج. حملت الجواز، اللهم صل على النبي، سلمت الجواز، يلا يا ام صالح خلاص فين الجواز؟ الجواز جابوه لك، والحاجات الحلوه هلت علي كلها. واشكر الناس الحلوه والدكتور عمرو اشكره، والناس الجميله والناس اللي موديانا، وربنا ان شاء الله يكون زياره مقبوله، ولا اله الا الله محمد رسول الله. فرحانه كثير، ما صدقتش، انا كنت مريضه وما قالوا لي عمل الجواز فقت، كنت مريضة صح عشان أنا كانت عندي حالات يعني، راح ربنا مطلعني كده مرة واحدة، وأنا بأشكر الناس اللي حطت يدها في الحاجات الحلوة دي. بنتي قدمت لي، فاتفاجأت انها بتقول لي يا ماما انا طلعت لك الجرعة. ازاي يا بنتي كده؟ قالت والله يا ماما، واسمعي وكلمونا على البرنامج، ربنا يبارك لهم ويخليهم، وفرحنا بزيارة الحبيب عليه الصلاة والسلام. فرحانة فرح شديد جدا يعني، الحمد لله قلبي الشرح
لرسول الله لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي سلام كله للنبي لجل النبي بتمناها لان كانت عنده ظروف واستخطت الظروف دي كلها الحمد لله ولقيت مراتي من اللي بعت لي الموضوع ده والحمد لله اللي ربنا اتاح لي الفرصه بزياره الحبيب النبي يا رب ويتقبل مننا وكل عمل طيب يا رب يتقبل مننا. طبعا انا فرحانه بزياره النبي عليه الصلاه والسلام ده شعور يعني ما يتوصفش بنتمناه من زمان يعني فعما ربنا بؤمن لشاكم فيكون فالحمد لله اللي ربنا اتاح لنا الفرصه هو بزياره حبيب النبي وربنا يتقبل مننا ومن الجميع يا رب. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك كنت بحلم ان انا اروح عمره وكان وحقق لي حلمي وحفيدي هو اللي بعت له وانا يعني كنت انا لغايه دلوقتي كاني بحلم والله كان امنيه حياتي ان انا اطلع عمره يعني انا عندي حاجه و70 سنه ولغايه دلوقتي يعني مش قادره كنت اطلع عمره وحضرتك حققت لي الحلم اللي انا كنت بحلم بيه. ربنا يبارك لك يا دكتور عمرو يا رب. وانا كان حلمي بالنسبه لي ان انا اطلع عمره وربنا يعلم والله انا فرحانه وسعيده قد ايه زي ما اسعدنا ربنا يسعده في حق بنتي ربنا يبارك لي فيها. هي اللي قدمت لي على العمره اتصلت بيا من بيتها وقالت لي يا ماما افتحي الماسنجر هوريكي حاجه فكان وريتني الفيديو بتاع دكتور عمرو وقالت لي ان اسمك طلع في العمر وانا ما كنتش اعرف ما يعني كانت مفاجاه بالنسبه لي جامده جدا وجميله جدا والحمد لله رب العالمين ربنا الحمد لله اكرمني ولبى لي دعوتي الحمد لله بفضل من ربنا ونعمه اني اطلع يعني في البرنامج بتاع واحد من الناس وبشكر كل اهل الخير. كنت دايما بقول لا ده كلام فاضي بصراحه يعني كنت بقول كلام مش مظبوط. لما جات لي العمره انا فعلا اقتنعت جامد جدا جدا ان في فعلا ناس كويسه جدا 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 انها بتعمل حاجات فعلا خير وبيبقوا قد كلامهم وقد المسؤوليه اللي هم بيقولوها.